دخلت سميرة مليان ولقته مع واحدة قاعد، فغارت وراحت راميه نفسها من البلكونه. اتهم بليغ حمدي ان هو ورا الجريمه اللي هو لقيناها في بيته، في بيته، وده لاهماله الشديد وطيبته طيبه قلبه. وبعدين حكموا وحكموا عليه والدنيا هاجت ضده، لا اخد شهاده تقديريه ولا اخد المكافئات بتاعته ولا حتى الضرايب ما شالوهاش من عليه، ما في يعني ظلم تمام. في حكايات كتيره وقصص غريبه حصلت في الوسط الفني لحد دلوقتي لسه ما حدش يعرف تفاصيلها ولا انكشفت اسرارها، زي القصه الخاصه بالملحن الكبير بليغ حمدي مع المطربه العربية اللي رحلت عن الحياة في ظروف غامضة وتقيدت الواقعة ضد مجهول. مين هي المطربة دي؟ وإيه اللي حصل لها في بيت بليغ حمدي؟ وليه هرب برا مصر؟ تعالوا نعرف التفاصيل في التقرير اللي معنا. ما كانش حد يتوقع أبدا أن فنانة ترحل عن الحياة في بيت ملحن كبير زي بليغ حمدي، واسمه يجي في الواقعة دي في الفترة اللي عايش فيها مجده زي ما بيقولوا. والقصة بدأت لما جت لمصر مطربة عربية علشان تدخل مجال الغناء برفقة رجل أعمال خليجي، ولما وصلت طلب رجل الأعمال من بليغ حمدي أنه يتبناها ويقدمها في السهرات الغنائية لحد ما تدخل مجال الطرب. المطربة مغربية لكن بتحمل الجنسية الفرنسية، اسمها سميرة مليان، كانت فائقة الجمال وبتتمتع بصوت قوي بيمكنها تغني في مصر، ودي كانت أمنية حياتها. وحاولت في بداية حياتها تغني على إيد بليغ حمدي وتبقى مطربة مشهورة زي ميادة الحناوي وسميرة سعيد، لكن أهلها رفضوا وجوزوها بدري وهي عندها 18 سنة. سميرة مليان بعد جوازها ما نسيتش حلمها أبدا، وبعدها خلفت ولدين. بدأت تسجل أغاني لنفسها من وراء أهلها، ففكرت بعد كده تحقق حلمها بالغناء، وقررت تسافر لفرنسا وتسيب بيتها وولادها علشان تغني. وهناك رفعت قضية على جوزها لتنفصل عنه وتتحرك بحريتها، وحصلت بالفعل على حكم. بعدها قررت تسافر لمصر علشان تغني. كانت بتغني في ملاهي فرنسية وبدأت تنمي موهبة الغناء عندها لحد ما تعرفت على منتج خليجي اسمه عبد المجيد، وكان ثري للغاية وليه علاقات قوية. اتعرف عليها وأقنعها بأنه هيساعدها تحقق حلمها وتغني في مصر لقوة علاقاته بالوسط الفني المصري. ففرحت سميرة مليان وبدأت تتحرك معاه لحد ما جت مصر. بعد ما جوه مصر طلب عبد المجيد من بليغ حمدي انه يسمعها ويقدمها بنفسه في السهرات الغنائية اللي كانت بتتعامل في بيته وعند الشخصيات المعروفة. وبالفعل التقت سميرة ببليغ وبدأ يقدمها بالفعل، وفي يوم كانت في سهرة كبيرة حضرها شخصيات فنية وسياسية. وبعد انتهاء الحفلة قال لهم بليغ انه مرهق وهيخش ينام لمدة ساعة واحدة وبالفعل مجرد ما دخل نام شوية وقام، لقى سميرة متوفية بطريقة غريبة وفعل. وفي اللحظة دي ما قدرش يمسك أعصابه لأن ما كانش يعرف إيه اللي حصل لها في بيته. في الوقت ده كان بليغ صحي على صوت صراخ الناس، لأن جثمانها كانت تحت شباك الأوضة اللي كان نايم فيها بليغ حمدي. ولما سأل قالوا إنها أنهت حياتها، فرد عليهم وقال إزاي جاي عشان تتعرف وتتشهر وتنهي حياتها بالشكل ده. وهنا بدأت الناس تشك في رجل الأعمال العربي الخليجي اللي هرب في لحظة وسافر برا مصر بطريقة غريبة. تم فتح التحقيقات واضطر بليغ حمدي يهرب إلى باريس، وهناك قعد 5 سنين كاملين بعدما اسمه اتذكر في القضية بشكل رسمي. أما المنتج العربي فرجع بلده بعد الحادث بساعات باستخدام جواز سفر دبلوماسي واختفى نهائيا كأنه ما يعرفش أي حاجة عنها. في حين لما قرر بليغ حمدي يرجع خد تعهدات من مصادر عالية إن القضية اتقيدت ضد مجهول.